بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. It's one! Oh, what a goal! أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قائمة المنتخب اللي هتخوض مباراتي السنغال المقرر ليها 25 و 29 مارس الجاري ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. وجدت قائمة المنتخب اللي هتواجه السنغال على النحو التالي: حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي. خط الدفاع عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح. خط الوسط حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة. خط الهجوم محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، وتريزيجيه. قائمة المنتخب شهدت انضمام محمد مجدي أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا، وبينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش اليوم بأحد فنادق القاهرة استعداداً لخوض المباراة اللي بيستناها عشاء كرة القدم. اتعادل فريق الزمالك سلبياً مع باترو أتلتيكو الأنجولي في المباراة اللي جمعتهم امبارح باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. بالنتيجة دي بيحتل باترو أتلتيكو صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، والوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 9 نقط، والزمالك في المركز الثالث برصيد 3 نقط، وسجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا ليك. بنشكرك يا لندن.